والدعوه الكريمه من طرف الاخوان المشرفين على هذا الدوري الرمضاني، الدوري اللي كتشرف عليه جمعيه المنتدى للحكمه هنا في مدينه تمارا، ودوري اللي كيستهدف واحد الفئه معينه يعني فوق 50 سنه. وما يجمع هذه الفئه انهم كانوا كيمارسوا كره القدم، وخصوصا في واحد العمر اللي هو عمر الشباب، والان يعني مع تقدمهم في السن فرقت بينهم السبل ومشاغل الحياه، ولكن هذه مناسبه للم الشمل وخلق جسر من التواصل، لان هذا شهر رمضان شهر التواصل شهر التراحم، وهو الدوري في حد ذاته هي رساله لكل من يهمه الامر بان الرياضه هي رافد اساسي في التنميه بكل يعني قطاعاتها وبكل مشاربها، وهي ايضا كما اسلفت جسر لزرع روح المواطنه والاعتزاز بهذا الوطن. السلام عليكم اولا وقبل كل شيء، هشام الشعبي الكاتب العام للمنتدى المغربي للحكمه الاجتماعيه فرع تمارا. اولا نبارك الشهر الكريم شهر رمضان الاعظم لجميع الفرق والانديه المشاركه في هذا الدوري الرمضاني. الدوري هذا كيجي في ظل يعني الاقبال الكبير اللي تيكون على الانشطه الرياضيه خصوصا في شهر رمضان. ارتأت المنتدى المغربي للحكمه الاجتماعيه بشراكه وتعاون مع مجموعه من الفرق الاحياء وكذلك جمعيات المجتمع المدني لنظموا واحد الدوري. الهدف من هذا الدوري هذا ليس فقط رياضي، وانما الهدف منه هو تضامني باش نحسوا بداك الجو الرياضي التضامني والحس الاجتماعي ما بيناتنا، لان كاين انشطه اخرى موازيه من يعني تمشي اون باغالين مع هذا الدوري هذا. هناك مجموعه من الزيارات المبرمجه ان شاء الله اللي غادي يشاركوا فيها مجموعه من النجوم الرياضيه والفنيه، وعلى سبيل المثال الفنان الكبير ديالنا السي حسن مكياس، وكذلك عبد الرزاق خيري عفوا، اللي مشكورين على الدعوه ديالهم اللي بداو معنا الدعوه اليوم. وتنتمناو ان الدوري يمر في واحد الظروف اللي هي طيبه وتسود الاخلاق الرياضيه قبل اولا وقبل كل شيء، وكذلك الهدف من هذا سميتو ماشي هو الفوز فقط، وانما جميع الفرق المشاركه هي فائزه، فقط اننا نتعودوا على اننا نمارسوا الرياضه بشكل دوري. وشكرا.